الدولة تكون موجودة عندما تستطيع أن تختار حكامها، أن تختار ممثليها حتى في البرلمان. عندما الدولة لا تستطيع أن تختار من سيحكمها فهي دولة غير مستقلة وليست صاحبة سيادة. فبالتالي الانتخابات الرئاسية هي عمل سيادي وليست عمل عادي، عمل سياسي عادي، وهي تعبر عن سيادة الدولة، وهذا حق مقدس لا يجوز المساس به. فبالتالي من حق كل شعب أن يختار حكامه بالطريقة التي ينص عليها دستوره الذي صوت عليه وارتضى به. تصرفات أحادية الجانب التي تمارسها بعض الدول الغربية بحق الشعب السوري والدولة السورية هي نوع من أنواع الضغط على الشعب السوري لمصادرة إرادته وبالتالي مصادرة شرعيته. كل دولة مستقلة ذات سيادة لها دستور يحكمها، وهذا الدستور يجب أن يطبق بغض النظر عن أي محاولات للتشويش عليه أو تشويه الوضع القانوني للدستور السوري في سوريا والمعمول به من عام 2012.